كل حبيبي يا حسين. اش قد صعب توديع زينب، اسرع وتركض وراه. سلام الله على زينب حبيبي يا حسين. والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرمه. سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين. اي ما اريد اشبك القير ادرتك. يا الله يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان والتوفيق والطاعة والرضا لرب العالمين. يا دائم الفضل على البريء، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية. صل على محمد وآله خير الورى سجية. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. إلهي الليلة جمعة، وقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك. لدينا حوائج ثقيلة، ولدينا هموم وغموم أثقلت ظهورنا، ولدينا حوائج لا تقضى إلا عن طريق هذه الوسيلة المباركة، أهل بيت الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الليلة جمعة، فرغ قلبك وفرغ روحك، وكن سائل تقف على باب، هذا الباب أذن الله أن تطرقه. اعقد النية من الآن قبل أن نبدأ بكلام أمير المؤمنين، وقل لجبار السماوات والأرض بلسان المذنب المعترف المقصر: إلهي، أمرتنا أن لا نرد سائلا عن بابنا، فلنكن سائلين بباب الله، ونأخذ بأيدينا شفعاء إذا نطقنا بأسمائهم الله لا يرد لنا حاجة، إذا توسلنا بهم الله لا يرد لنا حاجة، إذا جعلناهم وجهاء بيننا وبين الله لا يرد لنا حاجة الله تبارك وتعالى. فلنتوسل إلى الله الليلة جمعة بغفران الذنوب وستر العيوب وقضاء الحوائج وشفاء المرضى، وبأن يأخذ الله بأيدينا جميعا نحو الخير والصلاح، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا
ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولده الحسن عليه السلام في وصيته بني حسن لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار صنعه ومعالم تدبيره. صدق أمير المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. التربية تربية نحو الإرشاد والأخذ بيد هذا الكائن الضعيف الأسير نحو التوحيد. أولاً، هذا المنهج التربوي يحتج به اليوم علمياً. كيف؟ الإنسان يميل إلى الاستدلال والإثبات بمنطق الدليل الواقعي والعلمي، حتى قيل نحن مع الدليل حيثما مال. بصراحة العلم الحديث اليوم إذا ما يقر شو، انتبه لي هاي النقطة لعله كبيرة كلش، وإحنا لأن قدها، مو أنا قدها بس لأن المنبر قدها يحكي هذا الحكي. العلم الحديث اليوم إذا ما يقر لهذه المصادر بالاعتراف أن المادة العلمية التي عنده هي من الله ومن القرآن ومن هذا الكلام الذي هو استنباط القرآن، فيكون قد خان الأمانة العلمية. وهذا طبعا مو مجرد كلام يلقى ومجرد كلام يقال على المنابر أو من باب فقط معلومة، لا، هذا الواقع يثبته، وبعض الاعترافات من هنا ومن هنا تثبته. يمكن بعضكم أو الأغلب منكم يتداول هذا الموضوع أن الأمم المتحدة أقرت بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام بعهده لمالك الأشتر، واعتبر كلام أمير المؤمنين مادة قانونية يتعامل بها قوانين. وهذا طبعا مو شيء سهل، من جهة عمر الكلام أكثر من 1300 سنة، والاعتراف بالكلام على أنه مادة قانونية يتعامل بها من ضمن القانون العقلي والقانون البشري، هذا طبعا مو شيء سهل أبدا. كون تسجلها ملاحظة وتقيدها أن هذا اعتراف بالمبدأ العلمي اللي حمل كلام أمير المؤمنين، وأيضا ينطيك هذا التأييد والإطمئنان لكلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال علمني رسول الله 1000 باب من العلم، كل باب فتحت بـ1000 باب. هذا كلام. اثنين، أكو كلمة لأبو الحديد المعتزلي، هذا رجل صاحب مذهب وصاحب مبدأ وصاحب كتب وصاحب مؤلفات وإلى وجود تاريخي واعتراف بالمذاهب، يقول كل المذاهب ترجع إلى علي بن أبي طالب، كل المذاهب.
يعني هذا من يقوله حتى لو لم يصرحوا به المذاهب، وإن لم يصرحوا به هذا هو إقرار واقعي موجود ودليل ثابت. يقول لأن هاي المذاهب الموجودة كلها أخذت علمها من جعفر الصادق باعتراف رسمي خطي، وجعفر الصادق هو أخذ علمه من جد أمير المؤمنين، لأن حتى الروايات اللي ينطق بيها يقول للإمام بالحرف الواحد إمامنا الصادق: وجدت بكتاب علي كذا وكذا، قال أمير المؤمنين كذا وكذا. حتى العلم اللي يستند عليه ويجيبك روايات استدلالية لبيان الأحكام وبيان العقائد وبيان الفقه اللي يتعامل به البشر كتنظيم لحياته. فهاي الكلمة خلي يأخذوها الخطباء ويأخذوها العلماء من الآن فصاعدا على محمل الجد، هاي أولا. اثنين، لابد من طرح الشواهد وطرح المواقف من هنا ومن هنا لتأييد هذه الفكرة، لأننا ندعي ونقول أن كل ما موجود من علم عند الناس هو مصدره القرآن ومصدره هذه الآيات وتلك الروايات، خصوصا ما نريد أن نقف عنده الدليل العلمي والمادة العلمية المطروحة في كتاب نهج البلاغة، وهو ما جمعه الشريف الرضي لبعض كلمات أمير المؤمنين، ليس كل كلمات أمير المؤمنين، لكن هذا الكلام الموجود هو من باب أنه خير الكلام ما قل ودل تقدر تأخذه. اثنين، أن هناك كلمات قالها أمير المؤمنين هي عملية حكمة مسبوكة، تتفكك هاي الحكمة المسبوكة وتملئ لك الكتب وتبقى تحكي بيها المنابر أيام وليالي. ليش؟ لأن مادة قرآنية، مادة استنباطية، بها علم، بها ذوق، بها كلام. شوف هسه إحنا البارحة أخذنا مقطع من كلام أمير المؤمنين، ما غطينا على نحو الشرح التجزيئي كل كلمة شنو معناها، لا، أخذنا على النحو الموضوعي كلام إجمالي لأمير المؤمنين في موضوع التربية. لكن هذا أنا اللي راح أقول لك ليش أقول لك هاي الكلمة بعد قليل، شنو الدافع اللي يحرك ويخليك تلتفت إلى هيك مسألة. أن العلم الحديث اليوم وبالذات الأنظمة العالمية التي تعمل بالمشتركات مثل منظمة حقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان ما مختصة بدولة دون دولة، ما مختصة بقارة دون قارة، فلما تجي تتعامل تتعامل مع الإنسان. ولذلك لما منظمة حقوق الإنسان تجي تقرأ الكلام اللي قال الإمام زين العابدين رسالة الحقوق، تلقاه اللي عدها مو كلام الإمام ينطبق، لا، اللي عدها هو جزء من الكلام اللي عد الإمام زين العابدين. يعني يلقون العلم الغزير والمحاكاة مع الفطرة والعقل والدين، الدين ما مختص بجهة دون جهة، من وجد الإنسان على وجه الأرض إلى يومك هذا الله ما ترك بدون دين، ما ترك بدون عبادة، ما ترك بدون توجيه، ماكو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هاي حركة طبيعية. اليوم إحنا موقفنا يتعزز، موقفنا يكون أقوى، موقفنا يكون شوية أبسل أشجع لما تلقى القوانين اليوم والأنظمة اليوم اللي تحمل شعارات حملوها الأنبياء، منظمة حقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة، غيرها من المنظمات العالمية، وتجي تشتغل مع الإنسان تلقى القرآن ينادي بهذا الموضوع، تلقى الروايات ينادن بهذا الموضوع، وتلقى سلوك الأنبياء كانوا يسطرون ذلك. لذلك تسمع أن الأمم المتحدة أقرت بكلام أمير المؤمنين على نحو، لأن أمير المؤمنين اجتمع عنده عاملين، العامل الأول عامل العلم، وعامل العلم يسطو، عامل العلم هو أداة من أدوات الانتصار اللي يتحرك بها الإنسان في ميدانه، وعامل آخر اسمع شي يقول له لولده الحسن صلوات الله وسلامه عليه: بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصيتي إليك. شوف الأب عنده مراقبة لنفسه ومراقبة لولده. البارحة قلنا أمير المؤمنين يحكي ويا الحسن بلغتين، اللغة الأولى أنه إنسان واللغة الثانية أنه أب،
وتكلم مع الحسن بلغتين، أنه ابن وأنه شنو؟ إنسان. هذا طبعا ما تلقى متوفر في كثير من الأدوات، ما تلقى قانون ونظام يعمل به. اسمع زين، بني بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي. انتبه لكلام أمير المؤمنين، دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور. أنا ليش وصيتك؟ تحفظا من وقوع بعض الإشكالات. أولا خاف يجيني الأجل، وإذا إجاني الأجل انقطع أنا أوصل لك وصيتي. شوف كلام إش قد واقعي، إش قد بواقعية الكلام، إش قد بواقعية بحيث خالي من هاي الأسباب اللي أنا ذاك تخوفنا بعض الأحيان. هذا واحد. اثنين، أو لا، أنا مثل ما ابتليت بتدني العمر وكبرت وضعفت وبدني ضعف، يقول لي خاف عقلي هم ينقص ويتعب وما أقدر أقوم أوصل لك الفكرة، يعني أعجز بالتفكير والآلية اللي أوصل لك إياها، أسباب تمنعني. ليش بادرت إليك وصيتي؟ بعد، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى. من يستحكم الهوى على الإنسان بعد ما يشوفه ابن، راح ينبعبع إذا الهوى يحكم، بعد لا يشوفه إنسان ولا يعامله ابن بعد، خلص إذا ذن الأمرين انقطعا بعد يحاكي بيا لغة، ولا قاعد يشوفه إنسان ولا قاعد يشوفه ابن، فما يتكلم ويا بعد، ما يقول له ابني دير بالك. وهذا موجود اليوم، لما الأب ربى ودينه الموبايل والأنترنت والتلفزيون والسيارة والمال، طبعا يشوف ابنه بالصدفة، بالصدفة يشوف ابنه، أو يتذكر أنه عنده ابن ولازم يتابعه، أو يتخطر في باله. طبعا هذا وين؟ وين الشعور بالحرص؟ أمير المؤمنين يخاف من ذني عجلا إلى قبل تنفيذ الوصية أو غلبات الهوى أو فتن الدنيا، شيء أدي ذلك، فراح تكون إلي كالصعب النفور. وداعة أمير المؤمنين، هذا واقع نعيشه اليوم. كثير من الآباء، كثير من الآباء لما تجي تقول له، تقول له ليش هيك ابنك دحاكي، يقول ما أقدر لبعد. يعترف الأب أنه ما يقدر. ليش؟ لأن عبر الحد في التلقي، وعبر الحد في الطاعة، وعبر الحد في الامتثال، فتلقى الأب عاجز عن اتيان ابنه إلى عالم الطاعة وتنفيذ الأوامر، وهذا صعب. اليوم واقع عندنا كثير من الأبناء عصيان واضح لأوامر الأب، بل الأب حتى لا يقول الابن ما ينفذ. ليش؟ لأن صار ابنه كالصعب النفور، صار بعد ما يتلقى. التفت مولانا علي بن أبي طالب، اعتمد على العلم الواقعي في التنفيذ. العامل الثاني اللي يتحرك به علي بن أبي طالب، شوي انتبهوا، عامل التجربة وعامل الانتفاع من كل التاريخ. أرجوكم انتبهوا لهاي المادة. بني إني وإن لم أكن عمرت عمر ما كان قبلي، من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت من أولهم إلى آخرهم. شلون كلام دقيق هذا؟ أعيد لك إياه وتأمل بمادة علمية. هذا بوي، أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم، فكرت تأملت وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم فقد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة. تدري شنو معنى الكلام؟ يعني علي بن أبي طالب العامل العلمي في كفه، وعامل التجربة والاستفادة من كل تجارب التاريخ، خلاني أختصر لك التاريخ وأنقط لك هذا النقاط. هذا هذين النقطتين طبعا من النقاط المهمة
في إعطاء المادة العلمية كقضية تربية ودين. لذلك أنا التقيت يوم من الأيام في أحد الأسفار مع رجل دكتوراه في علم الاجتماع، وكنا في وقتها مو هذا المقطع متناولينه من كلام أمير المؤمنين، لا مقطع آخر، مقطع آخر عظيم جدا. فبصراحة بعد ما انتهى المجلس رجل أنا ما عندي معرفة به، بس قال يا سيد أريد أخذك على كتر نسولف أنا وياك. على بركة الله، رجل هم محترم، شخصية، كبير في السن. قال سيد أقدم لك نفسي، أنا دكتور في علم الاجتماع. كان الحديث إحنا يومين نتكلم به في نظرية أمير المؤمنين بأبي وأمي. فانطفر التصريح، والله قل ما يقال من باب المنقبة للإنسان المحترم مو لشخص، من باب أما بنعمة ربك فحدث. فقال أنا أريد أقول كلمة من باب الأمانة العلمية. قال إذن على الكلام اللي تناقلناه صار يومين وعلى حديث علي بن أبي طالب، أنا أعترف، يقول أنه شهادة الدكتوراه ماخذها من علي بن أبي طالب مو من نايمنا يسرى. ليش؟ لأن هو ماخذها في علم الاجتماع وماخذها في مواد التربية ما بين الأبناء والآباء، والمادة اللي طارحها وباحثها لمدة سنوات هي كلها عند أمير المؤمنين، وهو لم يكن يلتفت، ما كان ملتفت أن علي بن أبي طالب متناول هاي القضية. فيقول روح الدراسة مالتي وعمق الدراسة مالتي وثمرة التعب العلمي اللي أنا أخذت به شهادة، أمير المؤمنين منقطة كنقاط علمية وباحثة قبل 1300 سنة وأنا ما أدري. طبعا لأنه مستند على كتب، تعرف مصادر، وهاي المصادر يقدم بها دراسات، وهاي الدراسات يعرضها على أساتذة، والأستاذ يرافق مدة الدراسة ويرجع له بين حين وحين ويكتب مسودة، وهاي المسودة يعرضها، وبعد ما يعرضها يبيضها، وعد يوم اسم المناقشة، وورا المناقشة تقعد لجنة، هاي اللجنة تنطيه درجة دكتوراه لو لا أولا، واثنين تعطيه مستوى الدرجة متوسط عالي امتياز. هاي كلها هو خايض تعبان دارس متوجه وأساتذة، وطبعا عن طريق أساتذة عالميين مو منا، وإذا بي بعد ما يخلص يجي يسمع كلام لأمير المؤمنين، يقول هيك، يقول أنا كأنه قاعد تحكي بالكتاب اللي أنا كاتبه، بالمادة اللي أنا تناولتها، بالأبعاد اللي أنا شخصتها في التعامل الحديث، هيك رسالته، التعامل الحديث والعناصر الحديثة في إنجاح عملية التربية. وإذا أمير المؤمنين ملتفت لذلك قبل 1400 سنة ومتخاطب بخطاب أي عاقل، أي إنسان يحمل العقل والفطرة ويجي يتعامل بإنسانية يلقى كلام لأمير المؤمنين كأنه موجه إليه. طبعا هذا هو اللي يخلينا كدافع وكمحرك نجي نلتفت. لذلك أنا أدعوك أن يكون كتاب نهج البلاغة في بيتك، أن يكون كتاب نهج البلاغة في سفرك، أن يكون كتاب نهج البلاغة في موبايلك، أن يكون كتاب نهج البلاغة وبعض مفردات نهج البلاغة لا سيما بعض الكلمات اللي أمير المؤمنين عليه السلام أكو أمور شخصها ما شخصها أحد لا قبل ولا بعده، وأكو أمور التفت إلها أمير المؤمنين إنسانية ودينية واجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية. مثلا أضرب لك مثال من عنده وقيس، شوف علي بن أبي طالب وين كان ملتفت وشوف بلايانا وين ملتفتة. يدز رسالة لعماله، العمال اللي يكتبون وذول القراء اللي عنده اللي يكتبون والموظفين اللي يكتبون الرسائل، يقولهم قطوا الأقلام، القلم قطوه، اثنين زغروا الكلمات، ثلاثة قاربوا بين السطور. تجي واقعا يعني هاي النصيحة شنو؟ علي بن أبي طالب يقول قطوا القلم، قاربوا بين السطور، وزغروا الكلمة. ليش؟ ها علي بن أبي طالب دقيق بأنه هذه النقاط إذا ما تراعى ما راح يراعى الجانب الاقتصادي في الكتابة. والتمرات شايف ربعنا شلون؟ تقول له أريد ورقة صغيرة يجيب لك بقتها كبرها وتكتب لك بطرف والباقي ينشق أو ينذب. ليش؟ لأن مال عمك،
للأسف هذا المنطق إذا يحكمنا، خصوصا خصوصا هسا مرات في البيت، في المكتب الشخصي، في المكتب الأهلي، ممكن واحد أمواله ويتحكم بها عنده، لكن في الأمور العامة هاي الموظفين يتحملون مسؤولية. ودعتك فريد يوم سولفت هاي السالفة، واحد إجا ورا المجلس يضحك ويهز بإيده، قال سيد أنتم والله خطية، قال شنو زغر الكلمة، شنو قارب بين السطور، شنو قال، قاعد تعال شوف التبذير والإسراف في دوائر الدولة، تعال شوف، يقول زين ما تزلزل الأرض، زين ما تنقلب بينا وتنخسف الأرض بينا على الإسراف والتبذير، الله يشهد. أحد الإخوة اتصل فريد يوم من إحدى الدول، قال عندي شغلة، إيه تفضل، قال أنا شوية وأخابر، تأخر مرة ثانية، عندي سلام عليكم أعتذر بس هسه 10 دقائق وأخابر. بعدين هاي تعرف مرات من واحد يقول لك هسه أجيك وما يجي بيها مجال، باكر أجيك وما يجي بيها، بس مو كل ساعة، كان مثل النكتة صارت، يعني تصير الفضول، صار فضول، قلت له قلت لك شيء تضحك انت تلعب شيء لو تخابر لهم، قال لا سيد مو انا ما محصل وقت اخابرك، هذا الوقت اللي كنت اريد كان وقت العمل، وكل ساعه تجيني طلبيه شغل ولازم اكتب ولازم احول، فما اقدر، مو من حقي، هسه صار حقي اسولف وياك. عجيب، انا هو يحكي ما انتبهت لكلامه، خذت لي صفنه، تروح للموظف بالتسعة مثلا تلقى كاظ السندويش والعصير، فدي شوية، روح يا فدي شوية، خلي يكمل الزقنب وتمر، اجيت فدي شوية، وإذا تلقى بيه كاظ لكاكا ونستل، فد 5 دقائق، والموبايل، والرشاوي، والله تدخل إلى دوائر الدولة، رعب رعب يصيبك، رعب، رعب، كأنك مو داخل إلى إنسان هو موظف يتقاضى راتب حتى يقدم لك خدمة. وشنو خدمته؟ ورقة يوقع، فرد شي طلع لك، يؤسف هذا الحال، يؤسف. وبصراحة فعلا فعلا الرواية اللي تقول من أمن العقوبة، للأسف هذا معمول به، ودوائرنا للأسف ومنظماتنا ومؤسساتنا يراد لها غربلة ويراد لها قوانين. علي بن أبي طالب يدز رسالة يأمرهم بأنه قط الأقلام، قصروا الكلمات، قاربوا بين السطور حتى لا تصرفون وقت هواي ولا تصرفون أوراق هواي. وهذا هذا نظرية اقتصادية، هذا يمر على الزبالة أمير المؤمنين، على النفايات، يقول هذا ما بخل به الباخلون، هذا ما كنتم تتنافسون عليه بالأمس. القلم يوجه له، الكاتب يوجه له، العامل يوجه له، وهذا فرد شيء مو سهل. وجاء خبر أنه أحد عماله وزراءه محافظ على البصرة، وصل خبر أنه رايح وليمة إلى شخص غني ثري، فدز لرسالة، الله الله الله، إذا نتوفق فرد يوم نقراها على المنبر سوية ونشوف أبعادها. بلغني ابن حنيف أنك دعيت إلى وليمة قوم غنيهم مدعو وعائلهم مجفو. ليش رايح وليمة بس الأغنياء؟ أي فقير ما حاضر بها، شو تسوي قاعد؟ وهاي فرد التفات الأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين دز له رسالة ودز له خطاب، وروح اقرأها في نهج البلاغة تصعق إذا تقرأها. إذن أكو شيء علي بن أبي طالب ذكره في هذا الكتاب، يشخص الأحداث، يعالج المواقف، ينبهنا على الأمور. إذا عندك مشكلة تتعالج، وإذا أنت ما عندك مشكلة يحصنك للمستقبل، وكلام بين أيدينا ما نخسر غير بس نقراه. وعجبنا أحد الإخوة ذاك اليوم حاط في موبايله نهج البلاغة ناطق، ينطق، يعني تدوس على مقطع تسمع سماع، مو بني آدم اتكالي عجوزي، ماكو مثل، ضرب مثال، أخذ كأس العالم بالعجوزية والاتكالية، فهم سبحان الله هم يستفاد من عنده. يعني إذا ما تقدر تقرأ، ما تقدر تصفح، ما تقدر، لا تقدر تسمع كلام لأمير المؤمنين، روح شوف، روح شوف أمير المؤمنين شي يقول، روح شوف أمير المؤمنين شي مشخص، التفت إلى العلم، وبنفس الوقت تتعرف على هاي الشخصية وجنبتها العلمية، وهذا الغبن والظلام المتعرض إلها أمير المؤمنين. إذن هذا المنهج العلمي اللي يحتاج إلى إظهار
وأن المدارس العلمية اليوم والمؤسسات والأنظمة تدين لعلي بن أبي طالب بهذه الأفكار، وأنت من دورك أن تظهرها، للعالم أو للواقع الخارجي. وخصوصا يا ريت يا ريت يا ريت، وهي أمنية نتمناها من كل قلوبنا، أنه يوضع نهج البلاغة كمنهاج في الدراسة كعنوان. طبعا تلقى يمكن بالمتوسطة أكو مقطع لكلام أمير المؤمنين قريت، بالابتدائية بالخامس والسادس أكو مقطع لكلام أمير المؤمنين قليل، لكن إذا ينوضع كمنهج يعلم التفكير ونمط التفكير وأدوات التفكير وأدوات العمل. علي بن أبي طالب أكو أشياء، الموت مثلا، الموت 33 مرة مذكور في نهج البلاغة، كل مرة مذكور بها الموت في نهج البلاغة بصورة تختلف عن الأخرى، بحيث اللي يقرأ حديث أمير المؤمنين يصير عنده قناعة واقعية بهذا الموضوع ويحمل عنه فكرة. وحدة من عدتنا نطيك، يقول أسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكم. هذا فرد علاج نفسي، روح شوف لك متخصص نفسي ومعالج نفسي، شوف شلون يستخدم هاي المفردة كمادة للعلاج. أنه أنت تخاف من الموت، قلق من الموت، متعلق بالدنيا، أسمع دعوة الموت أذنك قبل أن يأتيك الموت فجأة. يعلمك على الاستعداد، يعلمك على التأهب، وأنك لابد أن تخرج من هذه الدنيا. نظريات، بحاجة إليها اليوم، كلمات بحاجة أن نقرأها. هذا أولا دعوة للمدارس والأكاديميين والوزارات والتخصص. وما أدري أنا، هنقولها على المنبر، مو مال نسكت عنها، بعض الحكومات وبعض الدول والمؤسسات لما تجيها فرصة للتغيير، ولما تجيها فرصة أن تكتب للناس المنهجية الحقة وتحفظ به تراث الأجيال وتحفظ به مستقبل الأجيال، ليش تغفل عن هذا؟ ليش تغفل عنه وتتركه وتترك مادة للناس علمية أكاديمية يدرسوها لا تسمن ولا تغني من جوع؟ هاي إذا ما تعلمهم باطل وترفع شأن أناس، لا والله لا يستحقون. وهذا الميزان قاعد نلقاه اليوم في العلوم الأكاديمية والدراسات، يد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. تراث أهل البيت تشوف الأئمة الأطهار 14 إمام، ما تلقى لهم فرد دراسة، ما تلقى لهم فرد منهجية في العمل الأكاديمي. وين التعبان؟ وين الفاسد؟ وين القضى عمره يشرب خمور؟ وين القضى عمره بالزنا؟ وين القضى عمره بالمزق القرآن؟ وين الهدم الكعبة؟ وين الحرق أستار كعبة؟ تلقاه مبجل، محطوط لمادة ودراسة وتعبانين عليه. شلون قسمة هاي؟ تلك إذن قسمة غيزة. بس العتب على من؟ العتب على المتمكن اللي بإيده قرار وبرلمان بإيده تشريع وناس بإمكانها أن تحط مادة أهل البيت في المنهجية وتمشيها. وهذا القانون تدري من يثبت بعد لو تنقلب الدنيا ما يزال، ومن يصير عليه تصويت، ومن يصير عليه تشريع بعقلية وباتفاق. وهذا ما عليه غبار، هذا كلام تعالوا قروا يا علماء، ها احنا ندعوكم، احنا نقول لكم تعالوا قروا، تعالوا شوفوا، اذا لقيتوا به تطرف مزقوه، اذا لقيتوا به تحزب مزقوه، اذا لقيتوا به فئويه مزقوه، اذا لقيتوا به وحده من مالاتكم ذن اللي قاعد تشتغلون بهن، هذا الكتاب بعد لا نقراه ولا نعتبر به. تعال شوفوا الماده اللي به، تعال شوفوا الخطاب الفطري، الخطاب العقلي، الخطاب الديني، الخطاب الانساني. يقول له يا مالك، الناس واحد من اثنين اللي تحكمهم، لو أخ لك في الدين لو نظير لك في الخلق. أبعاد عميقة في التربية والتشريع والقانون والسياسة. خلي يجون يقرؤون نهج البلاغة. العتب على الحكومة والمؤسسة اللي تنتمي لعلي بن أبي طالب وتدرب علي بن أبي طالب حق، وواحدهم من يقعد، واحد يقول أنا ما أخذ شهادة دكتوراه بحب علي، وواحد يقول أنا خادم العلي، وواحدهم من يحكي تعال حمل جمال من حكيه، بس دي حط لعلي بن أبي طالب بالقانون، تعال خلي يكون رسالة للأجيال، تعال خلي الناس تستفاد من عده، تعال خلي له مادة، خلي الناس تسمع، خلي تشوف هذا الرجل إيش قد مغبون،
خلي تيجي تشوف الناس هذا إيش قد بحاجة، والله قليل بحقه ترفع المآذن أشهد أن عليا ولي الله، قليل بحقه، وقليل بحقه أن يذكر في كل ساعة وفي كل يوم. هذا المفروض يصير مادة. جابر بن عبد الله الأنصاري يفتر بالشوارع يقولهم أنا جابر ابن عبد الله الأنصاري، قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله علموا أولادكم حب علي بن أبي طالب، فإن حبه حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. إلهي ثبتنا على حب علي بن أبي طالب ببركة أمير المؤمنين والصلوات بأعلى الأصوات. العتب على الحكومات وعلى المنظمات وعلى المؤسسات وعلى البرلمان اللي ينتمي لعلي ويقدر يحط وضع قدم وبصمة لعلي في التاريخ والأجيال ويهمل القضية، وهذا التمكين. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ الذين إن مكناهم في الأرض. بعد شي تريد؟ نحن البارحة قلنا بعد شي تريد بعد أكثر من أنك تشرع قوانين وراتب ومصدر وقوة؟ بعد شي تريد بعد؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شوف أمير المؤمنين طرح الجانب العلمي وجانب التجربة وإجا خط منهج التوحيد في التربية. بني لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار صنعه ومعالم تدبيره. اللي نحتاج اليوم احنا اخواني ابائي امهاتي هو هذا النقص الهائل عندنا في مادة التربية وفي منهجية التربية، وهذا علي بن ابي طالب يضع بين ايدينا المادة اللي تنجينا وتنجي اولادنا. كلام بصراحة يفتقد الى الاب اليوم، ويتلاحق ويتدارك كثير من اخطاء اليوم في منهج التربية وعملية التربية، لأننا اليوم المواجهة مالتنا قاعد نواجهها وإحنا عزل قاعد نواجه. حديث لرسول الله وينقل أمير المؤمنين عن الولد، اتركه سبعا، خلي ياخذ مساحته الفكرية ومساحته القلبية ومساحته الروحية ومساحته البدنية. يريد يلعب خلي يلعب، يريد يركض خلي يركض، شو يريد يسوي هذا بس خليه تحت الرقابة لا ينشأ خطأ. اتركه سبعا، أدبه سبعا، من يصير عمره من 7 إلى 13، من 6 إلى 12 أدبه بالمرحلة الثانية، علم الآداب، علم شلون يأكل، علم شلون يشرب، علم شلون ينام، علم أشياء كثيرة. بويا فرق السماء عن الأرض يا آباء يا أمهات، فرق طفل يقوم يتكرم تالي الليل ويحط راسه وينام ويسبح تسبيح الزهراء ويقرأ قل هو الله أحد، وفرق طفل يخفى على صورة بالتلفزيون أو الموبايل بيده أو الآيباد بيده وينام وهو مشوش. وش قد عندنا أطفال عندهم عدم استقرار في نومهم وعدم ارتياح في نومهم وإزعاجات في حياتهم وخلل في دراستهم. إحدى المؤسسات التربوية لما سوت اجتماع للآباء والأمهات احتجوا على الأب أنه ابنهم راسم بالدفتر مال الرياضيات صور فلام كرتون. إيش قد عايشة ويا الحد المدرسة ورايحة ويا الحد المدرسة، قد مأثرة عليه. إذن إحنا اليوم عندنا حركة في المعركة، ولكن الأب والأم والولد أعزل عزل ما بيتهم سلاح، والعلم هو خير سلاح. العلم نور والجهل. وشوف أمير المؤمنين، أنا البارحة قلت لك 12 ورقة 12 صفحة في نهج البلاغة، لا اليوم بعد التدقيق 14 صفحة في نهج البلاغة وصية أمير المؤمنين اللي يثبت بها. بني اسمع مولانا، اعلم إن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي. أحب شيء ما أخذه بالوصية شنو؟ مو كتب وصية وكتب منهجية ونقط نقاط؟ أحب شيء شنو؟ بني اعلم إن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله. شوف شنو العمل هذا، أحب شيء في الوصية أن تكون أنت تتقي الله عز وجل، تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، يكون الله معك في كل صغيرة وكبيرة. هذا مفقود بوي، هذا مفقود بعد. والاقتصار
على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك. واحد، اعلم بني وتفهم وصيتي أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تستقر أبدا. مادة مادة ورا مادة، وصية ورا وصية، تعبئة ورا تعبئة، هاي تجعل، سميناها قبل يومين إن إبراهيم كان أمة، تجعل من الإنسان إنسان متكامل مستقيم. خلي الدنيا تشرق وتغرب، خلي الدنيا تفعل به ما تفعل، يستقيم الولد، يتربى بالمشاكل، مشاكل بسيطة قاعد يضعف إلها الإنسان. شوي انتبه لي إلى هاي الكلمة الأخيرة اللي كنا نوقف عندها ونختم الليلة جمعة. بني اعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة. واويلا يا علي، هاي الوصية مو بس للأولاد، هاي لازم نوصي بها كل الناس. أي با غير غفلة غير نسيان، وين رايح الإنسان؟ بعيد، غارة الدنيا وغارة أمور الدنيا. بني اعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وإنه لا غنى لك فيه عن حسن الارتياد، وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. الله الله الله. بني الطريق أمامك بعيد وطويل، وهذا اللي كان يخلي علي بن أبي طالب يقول آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر وعظم المورد. الاستعداد لتلك الليالي المظلمة في القبر. سؤال إلي وإليك وللمشاهد، والليلة جمعة وغدا هنا عندنا آخر مجلس، وكل من يمشي له بعد وكل من يروح له، أنا أريد الأخوة يطفون الضوء نهائيا، واللي يقدر الآن يشاهد ويانا هم يطفي الأضوية كلها يطفيها، ما أريد أي ضوء، أريد نروح إلى عالم البرزخ، أريد نروح إلى حيث يدلوننا أهل البيت، ما أريد ضوء أبويا، خلي حتى المشاهدين إذا يقدرون يطفون الأضوية ويسمعون فقط الصوت، ويسمعون الإمام زين العابدين عليه السلام حيث يقول إلهي فما لي لا أبكي، إلهي فما لي لا أبكي. يا ريت حتى هذا الطفي المخرج ما يخالف، خلي الناس تعتاد على فرد شيء ما يخالف. إلهي فما لي لا أبكي، أبكي أبكي لظلمتي قبر،
بكي لظلمتي قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير يا بعد. اترك التصوير، اترك كل شيء، عيش لك لحظة ليلة الجمعة. أبكي لخروجي عريانا من قبري، أبكي لخروجي عريانا من قبري. راح أسولف لك الصار بحالي، راح أسولف لك الصار بحالي، بالقبر من طلعوا أعمالي. ليلة جمعة يا الله، شلون بي وثقل وزن حسابي، وانت رسمن المعاصي كتابي، شلون بي لو قرب من الأجل، واخذ سمع الموت ولساني ثجل، وظلت عيوني تدير على الأهال تشوفها تهل الدمع لمصابي. شلون بي النفس مني لو خمار، ومني ملج الموت اخذ روح وصعا، اولى المغسل طلعوا من الجسد، وقام المغسل يجرد ثياب. اسمع زين، شلون بي بجفن لو لفوني، أولى القبر عقب الغسل شالوني، ونزلوني بحفرة واروني، وقام حفاري لترابي. شلون بيا لو مسيت بحفرتي، دار غربة والحال الغربتي، لا عمل وياي ويرد وحشتي، والله وابعدوا عني هلي واحبابي، انا شلون بيا لو ضغط جسم القبر، انا شلون بيا لا ضغط جسم القبور، وقام من خشمي حليب امي يدور، شلون منكر لو لفاني الى القبور، وقام ينشد بيش قضيت العمر. واويلا اسمع زين، انا شلون بيا من انفرد باعمالي، والذنوب تصير كل اقبالي، والله وادري منكر ما يروف بحالي، أولى بحكم الله علي يحابي. يراد لها أنا، يراد لها أنا،
شلون بي من التفت يسرايا ويمين بيامها ليشب من عندايا الجني وياي ما لا ينفع ولا ينفع بني أو لا بحكم الله علي يا حابي اسمع نزيل لا بقيت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل ثلاثا يا علي لا بقى عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل حاشا لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه رجابي أنا وصيد الله يرحم عبد الحسين الشرع الله يرحمه أنا صد للمحشر وعايل للحسين أنا صد للمحشر وعايل للحسين موج بينادي شفيع المذنبين ارفع صوتك الليلة جمعة الله يرحم حمزة الله يرحم كاظم منظور حمزة قراها بآخر حياته وكان مريض وجابوه قوة لأن يقرأ هاي القصيدة وقال حتى لو أموت بس كون أقراها احنا غير حسين ما عدنا ايه والذنوب هواي جفتها بس ايدك بس ايدك ارفعها احنا غير حسين ما ايه والذنوب هواي وين الشباب الليلة جمعة احنا غير ايه والذنوب اسمعني اسمعني اه وغدا يبدو لنا سدا منيعا ابو علي هذه آراؤنا فيه جميعا وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه آراؤنا فيه جميعا اقرأ وياي والذنوب هواي جب اي والله والذنوب وين الشباب وينهم احنا غير حسين ارفع صوتك احنا غير كل فرض يا حسين مشونا الكربلة مشونا مشونا خلي نواسي زينب ام المصائب اي والله ما تأم ما تأم لولاك الفرض يا حسين ما تأم ما تأم وحق جبدك المنه اي والله وحامك جبدك المنة ثلث والله ما تم تملك بقلوبنا منصوب جوابك اي والله إلك بقلوبنا منصوب ما تم لذكرك يا غريب الغاضرية يلا شد حيلك شد حيلك وراك مصيبة خلي نقرأ يا الذكرك يا غريب الغايا يا ضريب شي يقول الحب
الحسين يلا اريد عنه وايدك شيلها وصل رسالتك لكل العالم شيعة نصب العزاء وبكوا علي بويا انتم تدرون هسه هاي الونة لو بالسماء ويتها والله سوت فطر بالقاع هاي لو بغير مكان بويا العالم كله يشاهدكم وليلة الجمعة يا الله والسبحة والزيارة بالطريق يلا شباب شيعتين اصب العزاء وابكوا على وابكوا على صدر تدوس الاعوجي زوروا ضريحي بعد قاتلي واقصدوني وابكوا على عظم الرزية واندبوا أنا كل ما شربت وما يا الله يا الله يلا شباب ليلة جمعة لكل العالم كل ما شربت وما يا شيعة الكرب عطشان بابي مشرب قبرة امي ما واحد الا انصاب من قبل الفجيعة وما مصاب ما جرى مثل يشيع شفتوا احد ذبحوا على اي والله شفت احد ذبحوا على صدر رضيع والله عاينة نحرة من فرية بسهم المنية يا نايا يا 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 ناس حتى الطفل مذبوح مذبوح اي والله دمع لزند حسين مسفوح اي دمع لزند حسين اي مس والله يا نبلة حرملة سويتي يا نبلة حرملة سويتي شمعة من بيت النبي طفيتي يا نبلة حرملة اش عظم المصاب والله شلون قلب حسين وي قلب الرب الحسين خرج بالطفل الرضيع لكي يطلب له شربة من الماء لكن القوم ذبحوه بسهم من الوريد إلى الوريد الحسين رجع بالرضيع مذبوحا ابنته تسأله زين العابدين يسأله أبا يا حسين لقد قتل أصحابك وقتل أهل بيتك وقتل أولادك وإخوتك لماذا هذا الهم لماذا هذا الحزن يلتفت إلى ابنته وفي جواب آخر إلى ولده علي زين العابدين يقول لبني كان الرضيع مطمطا ولما رماه حرملة بسهم فتح يده من القماط وتعلق برمضتي رواية تقول عن أرباب المقاتل أن الحسين دفن الرضيع ولكن الرباب في ليلة الحادي عشر در ثديها فأخذت تلتفت يمينا وشمالا بيت حاجة ليلة الجمعة يا الله
زينب رأتها أيضا خارجة تتفقد البيدة وأرض المعركة. التفتت إليها قالت أخي رباب ماذا تفعلين؟ قامت لجنة شابحة العين والله شابحة العين 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 تقل يا زين رجيت لحسين وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها كل جرم وكل ذنب إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ثلاثا عجل لوليك عجل لوليك عجل لوليك ارفع يديك إلهي اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة إيدك وصوتك ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين إلهي ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين إلهي من كان مريض أو عنده مريض ممن أوصانا بالدعاء والإخوة المصبورين من عليهم بالشفاء والعافية يا الله المحرومين من الذرية قر عيونهم فرح قلوبهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا احفظ مقام السيدة زينب احفظ مقام السيدة رقية بنات رسول الله احفظ زوار الحسين اوصلهم سالمين آمنين اجعل هذا البلد آمنا واحفظ المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا الله وفق الساعين والمؤسسين اطلبوا حوائجكم إن شاء الله المجلس مستمر وملا خالد الكربلائي إن شاء الله في خدمتكم الليلة ونسألكم الدعاء إلهي أرني الطلعة الرشيدة والبرنة الحميدة واكحل ناظري بنظرة منيرة اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا نسألكم الدعاء لا تنسوا المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أخوانكم وأخواتكم ثلاثا الصلوات بأعلى المسجد